المناضلين والمناضلات اللي بيسعد الجرائد للأكادير والطبع ما تنقضش ولو دقيقة ولو لحظة لأن مبادرة جد حسنة باش يجيو الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا للمقر ديالهم من أجل تضارس واحد المجموعة من القضايا اللي تهتم الطبقة العاملة بصفة عامة ثم المشاكل ديال الجهة بصفة خاصة ثم من طبع تبادل التجربة ما بين الإخوان ديالنا حول مواضيع مقالية فكنبغي باش نهني الإخوان ديالي القيادة ديال الاتحاد الجهوي ديال أكادير على هذه المبادرة. فبالطبع دخلت البيت الأخ خفيفي كاظم وجعل حواليك آلية نقيب وتنظيم فموضوع مهم احنا ما جيناش هنايا وجيتو باش سي خفيفي هو جينا باش نتبادلو التجربة هو بالطبع بالخبرة ديالو هو الأخ هنا والطلاب في الميدان كذلك باش نتفاعلو مع ديالنا فالإخوان ديالكم اللي بغاو يصوروا برنامج داروا محاور نقابية مهمة بحال دابا الكيفية ديال التنظيم والتنقيب كاين واحد الموضوع التنظيم والتنقيب كاين واحد المعنى كاين التواصل النقابي في الآلية ديال الحوار والتفاوض ولكن الموضوع اللي مهم وهو هاد التنظيم والتنقيب والكيفية ديال التنظيم علاش هذا الموضوع كيف مهم وخص توقفوا عليه الكثير لأن كما كتعرفوا المنطقة ديال أكادير ولا الجهة ديال أكادير مابقاتش ديك الجهة غير السياحية وصافي بل ولات منطقة ومدينة وجهة صناعية والتي إلا بغينا نقولوا كاين ما هو سياحي وكاين ما هو أغنيون أغنيمونتال وطبعا كاين منطقة فلاحية اللي جد مهمة فكيفاش نقويو الاتحاد الجهوي ديالنا ديال أكادير كيفاش نديرو التنقيب للقطاعات الغير مرتبطة وكيفاش نهضو بالعمل النقابي بتوسيع القاعدة ديال التنظيم هادشي كلشي بالطبع الإخوان غادي يقولو علاش واحد المقولة عندنا في الاتحاد الوطني للشغل كنقولو من لا تنظيم من لا تنظيم لا حقوق لا وذلك لا حقوق لا فإذا راكم كتعيشوا دابا الإخوان والأخوات ديالنا في المنطقة كيفاش الحقوق ديال العمال والعاملات في مجموعة من القطاعات يتم التواطؤ عليها يتم التراجع عليها يتم الهجوم عليها فاحنا كمركز ديال رقابية ما عندناش شي وسيلة إلا بالطبع التنظيم ديالنا والقوة ديالنا للتصدي لهذا الهجوم المعاد فمن بعد كاين محور آخر حول التفاوض آلية حوار التفاوض من بعد كاين قطاعات اللي يمكن المسؤولين عليها وأغراض العمل ديالها يؤمنون بفضيلة الحوار والتفاوض فيجب باش الإخوان ديالنا يتزودوا بالأدبيات ديال الحوار والتفاوض وطبعا هذا الموضوع
مهم، لان حنا في الاتحاد المغربي للشغل طبعا ديوري للتصدي ولخوض المعارك النضاليه، اذا وجدنا الباب مسدود ووجدنا اما رب عمل او حكومه او طبعا مفروض عندنا باش نواجههم بمختلف الوسائل النضاليه، ولكن اذا وجدنا شريك اجتماعي سواء الحكومه او رب العمل او مجموعه من ارباب العمل، فبالطبع نحن منظمه لها ثقافه ديال الحوار والتفاوض. غادي نفتح واحد القوس، وللاسف الحكومه الحاليه ولا الحكومه اللي فاتت، راكم عارفين الادبيات ديال الاتحاد المغربي للشغل، الاولى بدا الحكومه اللي لا رد لها، راكم شفتوا 5 سنوات ديال المعارك وديال النضال، لان كانت الحكومه ما كتامنش كما قلت بالحوار والتفاوض، بالنسبه لها غير نجتمعوا من اجل الاجتماع، وراكم شفتوا كيفاش مروا مجموعه من القرارات اللي هي مشؤومه. فجاءت الحكومه هذه نسخه طبق الاصل الاولى، ما كاينش الفرق، كاينش الفرق لا في السياسه ولا في المنهجيه ولا في السلوك. ممكن الاخوان ديالنا متبعين الاحداث، يلاه درنا جوج او ثلاثه اجتماعات مع رئيس الحكومه والوزراء ديالو، مشينا حنا بنيه صادقه باش نبني واحد العلاقات مهنيه مبنيه على هذا الحوار والتفاهم. ف وللاسف لحد الان ما بانتش اشارات من طرف هذه الحكومه من اجل حوار الاستجابه للمطالب. نحن لا نريد حوار من اجل البردشه كما كنقول دائما، حوار من اجل الاستجابه للمطالب العادله والمشروعه لعموم المرجوعين، سواء كان في القطاع الخاص او القطاع العام او في الوظيفه العموميه. من يمكن ينكر بان الغلاء المادي للمعيشه والضرب القدره الشرائيه تستجيب زياده عامه في الاجور، وطلع انت ولاد وتيزنيت باش ما تكرهوش. شكون اللي ما كنظن بان كاين الاخوان في القطاع الفلاحي، واش السمار ديال كافيكم؟ الاخوان ديالنا في القطاع الفلاحي كيخدموا من طلوع الشمس الى الغروب ديالها، ومن بعد سمارك صغير قد وماشي موحد مع الحد الادنى للراجل، والتعويضات العائليه واش 200 درهم للدري هي اللي تعيشوا وتكبروا الدري اللي تقول لي راه اللي عنده البنات ما يتقلقوش. واللائحه ديالنا طويله ديال المقاليد ديالنا، فيمكننا نقولوا بان هذه الحكومه يمكننا غادي يجي واحد الوقت اللي يمكننا نحكموا عليها بالفشل في ميدان بناء علاقات مهنية مبنية على ثقافة فيما يخص أرباب العمل، وبالخاص وبالخصوص النقابة في أرباب العمل كنسميوها نقابة، ولو أنها ماشي نقابة، هي جمعية اللي كترقصها واحد السيدة، هذوك بحال أرباب العمل في دول أخرى، مثلا غير تونس، يعني كاين واحد المنظمة اسمها بيتيكا ديال أرباب العمل مجموعين، هذوك في حوار دائم مع الحركة النقابية التونسية، من أجل تحسين الأوضاع ديال الطبقة العاملة، وطبعا غادي تحسن المربوطية، وغادي تحسنوا العلاقات المهنية وعالم الشغل. هاد أرباب العمل ديالنا اللي هنايا اللي كيسميهم واحد السجان اتحاد عام للمقاولات، هادوك العجب، هادوك كيقول لك ما يطبقوش القانون،
It will become the way to show غير الاستئناس. القانون وصدر ضائع كيقول لك راه كاين الولاء ولكن ما تطبقوهاش، بل اكثر من هذا طالبين باش يراجعوا المراجعه ديال 22 فصل وكلها لضرب الاستقرار في العمل ديال العمال ديالنا وتراجع حتى ذاك الحد الادنى للاجر. كيقول لك لا خص يكون قطاعي وجهوي. من بعد طبعا متشبتين باش ماشي غير ما يطبقوش القانون ويرجعوا مدونة الشغل، ولكن يكبلوا الخدامين ديالو، ياخذ لك حقك وما عندكش الحق تقول لا. حق الاحتجاج من بين هذا هو القانون التنظيمي لحق الإبراء اللي غادي يكبلوا الخدام. فلائحة طويلة ولاو تا هما هذيك السيدة الرئيسة ملي كتجي تا هي كتجيب لك ملف مطلبي ديال أرض العمل، يا عجبا. ولكن كل تراجع على الحقوق ديال الخدام، فهذا هو المحيط اللي كنا نضلو وصلو. فهذا الشيء كل شيء يمكننا نقوله بأن هناك مجموعة من أرباب العمل كيف ما كان الحال يؤمنون بفضيلة الحوار وكيبرموا معنا اتفاقية جماعية ثم بروتوكولات ديال الشغل، فمن ثم المحور ديال التفاوض ديالك والتفاوض ثم التواصل في عالم للمعلومة كتصارع ومتسارعه. وكاين مجموعة ديال المغالطات وتبين كيفاش هاد الشيء ديال التواصل يعني واحد وخاصة التواصل الرقمي الإخوان ديالنا كذلك لازم يزودوا بالآليات ديال التواصل النقابي اللي جد مهمة. فما نطولش على الإخوان ديالنا، هادشي كلشي مزيان يتزودو به الإخوان ديالنا، وكنطلب من الإخوان ديالنا أعضاء الاتحاد الجهوي باش مثل هاد الحلقات يكتبو لنا في الجهة بتنظيم ندوات جهوية حتى دائما غادي نكونو على استعداد. إما تجيو عندنا مرحبا بكم، بغيتو الدورة هادي نسميوها الدورة الشتوية. يمكن بغيتو ديروا دورة ربيعية وهكذا، لأن دائما التفاعل والتواصل يحتاج إلى التواصل، فهو جد إيجابي. ثم يمكننا يمشي الإخوان عندكم للمنطقة. فكنتمنى الإخوان ديالي باش تدوز هاد اليومين مزيان، وكنتمنى لكم التوفيق، وكنحيي واحد المجموعة ديال الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا اللي في الواجهة النضالية كل دائما في معركة مستمرة. ياك أصحاب الناس باقي لك ولي صعب، فكان غير جدة الشكر للقيادة ديال الاتحاد الجهوي ديال أكادير اللي خدت هاد المبادرة، وكنشوف بزاف ديال النساء مزيان، وعندكم ياك التنظيم النسائي في الجهة، خاصنا نعتنيو بالشباب وكذلك ناخذوا مجموعة ديال المبادرات. يمكن انتم هنا كنبغي نعطيكم البارح واحد القاعة في دوزيام ايطاج ولا نمارس عليهم البيروقراطية وخلنا كوفي في تعذب شوية لأن هو الأخ هنا وجدوا كل شيء في دوزيام ايطاج. اليوم الإخوان ديالنا يستحقوا كل خير، ياخذوا هاد القاعة الزوينة العميقة قاعة فلسطين وحنا في المعركة مع قضية ديال القدس. كيبقى عندنا وعندكم دائما المشكل اللي دائما هازين نتوما الاخوان ديالكم ديال الاتحاد الجهوي وانا شخصيا،
دقائق. وحنا كان ديما اتصال مع الإخوان ومع جهات أخرى، لأن الله كاع المدن عندنا مقرات مزيان، تماك مع الزلزال كاع عندنا مقر مزيان، مع الزلزال ديال أكادير وقع ما وقع، هذاك البراك لا يكسب، وكان يدير في البراك، هذيك غزالة المعارك اللي نط عليها، والمناظرين بقاو متشبتين في البراكة، وكاين المعقول، كل دابا وكل نقاط. الناس كيعيروا لنا تما من البراكة، وإذا كاين الشتا تاع علينا الشتا، كان بغينا نعرفوا ولكن راه سعرها في التنس. هذيك البراكة هذيك عزيزة عليا أنا، هذيك درنا فيها الجمهور تما، درنا فيها اجتماعات ومن بعد الساحة مؤتمرات، هذيك الرمز ديال النضال. هذيك الرمز ديال النضال، لان كيفاش هذيك واخا كاع ربي يسهل ونبنيو تماك، غنخليو البراكة تحفة. هذيك نتفق معاك، وكتظن بان الاخوان ديالكم وحنا ويلونا، بالعكس شرف باش براكة هو حلي اليوم هنا وفي براكة، و بقاو المناضلين بحالكم صامدين، ماشي العبرة بالزاز على كل حال بالبناية الفخمة، بالمناضلين والمناضلات بحالكم. شوف دابا الإخوان ديالنا شدوا الطراط البارح لورا الصلاة وجايين في الشتا ومخبيين على كل حال، وجاو المقر ديالهم فين تلقى نتوما، نتوما هما الرصيد الكبير. ف من تما غنقول لكم كتستحقوا الخير، باش كما قلت لكم يكون مقر عندنا لائق وفي المستوى ديال التطلعات ديال المناضلين ديالنا والمناضلات. انا متفق معك بان كاين خص ظروف العمل تكون مزيانه باش يمكن الانسان يشتغل ويدير عمل نقابي، وتكون حتى الاستقبال يكون مزيان، كيجيو مطور، كيجيو مناضلين جداد، كيسمعوا بلي يمكن بالكي ما غالب. ولكن كما قلت العبره من المناضلين والمناضلات. ف ياك اسيدي الخير هذيك البركه عصمات ديمقراطية. غادي إن شاء الله حنا كنخدمو دائما باتصال مع الإخوان ديالنا، كما قلت حتى نتزاوجو هاد الإشكالية اللي كاينة. وهاد الأسبوع كانوا عندي الإخوان ديالكم ديال طنجة، داروا المؤتمر ديالهم وطلعت قيادة جديدة وجاو عندنا استقبلناهم هنايا من بين الأمور ديالنا ديال المطالب، ماشي المطالب حيت انا اللي كنقول لهم خاص وسائل العمل النقابي تكون مزيانه، فمن بين الاولويات هو ترميم المقر ديال هذا الاتحاد المغربي للشغل في طنجة والتجهيز ديالو، باش ملي يجي المناضل ولا المناضله كيشتغل فرحه. فربي غادي يسهل علينا باش يكون عندنا تماك مقر لائق، وشي نهار ان شاء الله نمشي وندير واحد الحفل كبير ونشدو المقر ديالنا في اكادير، لان حنا من كندافعو على المظلومين، وطبعا ربي غادي يعاوننا ويسهل علينا حتى نكونو في المستوى ديال الطبقه العامله في المنطقه. فبغيت نطلع على الاخوان ديالي، لان الاساتذه يمكن شاد الكرونومتر كاين مشكل، فمرحبا بكم وهذه منظمتكم.